السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة لموضوع الديستيليشن. هذا الجزء راح نتطرق إلى كيفية حساب المينيمم ريفلكس ريشيو. مينيمم ريفلكس ريشيو اللي هو رمزها RM. هذا المينيمم ريفلكس ريشيو اللي هو كظاهرة عكس الظاهرة اللي صارت عندنا وتكلمنا عليها بالجزء الأول من هذه المحاضرة. من نستخدم أقل كمية ممكنة من الجزء السائل اللي راح ينزل إلى أسفل من أعلى البرج إلى الأسفل لبرج التقطير. السائل اللي راح ينزل من الأعلى إذا استخدمنا أقل كمية ممكنة راح يعطينا أو لازم أو فرض علينا راح نستخدم أكبر عدد من الصفائح من البليتس. شلون؟ من نستخدم أقل كمية من السائل كرفلكس وراح ينزل من أعلى البرج راح المفروض علينا نستخدم عدد كبير من البليتس. هاي الظاهرة نستطيع أن نشرحها بالرسم الموجود بالصفحة أو السلايد التالي. طلاب، هذا الرسم اللي تعودنا احنا نرسمه بس هنا موجود على عدة حالات اللي هو موجود بالأعلى السلايد. الحالات اللي الرسم اللي احنا اخذناه سابقا عادة من كنا نرسم بانه خط ال 45 والإكليبريوم ديتا هذه موجودة هنا قدامكم. هاي الاعتيادية كنا نأشر عليها قيمة الـ XD ونأشر قيمة الـ XF ونأشر قيمة الـ XW حسب المعطى لنا او حسب نحصلها. نرجع نثبت قيمة الـ XD على خط الـ 45 وقيمة الـ XF على خط الـ 45 وقيمة الـ XD على خط الـ 45. وراها كنا شو نسوي؟ كنا ناخذ أو نحسب العفو قيمة الانترسكشن مال منو كنا نحسب؟ قيمة الانترسكشن والسلوب كنا نحسبها مال اوبريتنج لاين مال منو؟ مال ريكتيفاينج. أول ما نبدأ الرسم لازم نحسب قيمة الانترسكشن أو السلوب مال الريكتيفاينج سكشن اللي هو الاوبريتنج لاين. شنو كان الانترسكشن مال اوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج؟ كان XD، ناخذ غير لون، كان الـ XD على R زائدا 1، هذا الانترسكشن أو السلوب اللي هو R على R زائد 1. بس كنا دائما نستخدم الانترسكشن مال ريكتيفاينج لحساب أو لرسم الأوبريتنج لاين مال ريكتيفاينج. احنا شنو المبدأ من هذا الشغل مالتنا؟ هو دا يريد يعرف اشقد اقل كمية ممكنة يقدر ان يستخدم بيها الرفلكس ريشيو. يعني هذا هسه موضوعنا، جزء من المحاضرة هو عبارة عن معرفة اقل كمية من الرفلكس ريشيو اللي يمكن ان يستخدمها. الرفلكس ريشيو يقصد بها قيمة الار، هاي الار او هاي يقصد بها هي نفس الار. هاي يريد يعرف اشقد اقل كمية يمكن ان يحسبها. من أنا أبدي أقل من يعني الرفلكس ريشيو اللي يعطينيها الاعتيادية، من شنت أحسبها؟ أحسبها من الانترسكشن أو من السلوب. إحنا دائما كنا نشتغل عليها من الانترسكشن. فأحسب قيمة الإكس دي على R زائد 1 اللي نفرض وقعت، أرجع للرسم صارت بهذا المكان. أجي شنت شو أوصل من قيمة الإكس دي الاعتيادي؟ أوصله إلى الانترسكشن. أوكي، وارجع هسه شو اسوي؟ من وصلت الانترسكشن ارجع شو اسوي؟ اعين قيمه الكيو لاين او رسم الكيو لاين. الكيو لاين اللي نفرض هنا الخليط المطينيه او المزيج اللي يدخل او الفيد اللي يدخل للديستيليشن هو عباره عن خليط من الليكويد والفيبر. فعاده مثل بالمحاضره السابقه تعلمنا شلون نرسمه، هذا هو الكيو لاين، هذا الكيو لاين. وراها شنو اسوي؟ ورا ما رسمت الكيو لاين اتعلمت من نقطة التقاطع مال الكيو لاين
والاوبريتنج لاين ما ريكتيفاينج اللي هاي نقطة التقاطع كنت اوصل بين من وبين من بين هاي النقطة والاكس دبليو الموجودة على خط ال 45 وينتهي الموضوع. هذا هو الرسماتي. ارجع عادين اخذ من نقطة الاكس دي خط افقي على المنحني مال الاكوليبريم ديتا، انزل عمودي على الاوبريتنج لاين، اروح افقي على الاكوليبريم، انزل عمودي على الاوبريتنج لاين، اروح افقي على الاكوليبريم الى ان اوصل على قيمه الاكس دبليو، وينتهي اعرف ايش قد عدد الصواني حسب المساحه المحصوره بين الاوبريتنج لاين للجزئين مال الديستليشن والاكوليبريم ديتا. اوكي، هسه شنو المبدا مالتي؟ ارجع اني يقول لي بانه انت تريد تقلل من الار، من اقلل من الار ايش راح ياثر لي على الانترسكشن؟ ايش راح ياثر لي على القانون اللي هسه كتبته هذا الكاتبه اني ايش راح ياثر عليه؟ من اقلل من قيمه الار، من اقلل من قيمه الار الانترسكشن يزداد لو يقل كل هذا الكسر؟ الانترسكشن يزداد والسلوب يقل. اذا من اقلل من قيمه الار عن القيمه اللي انا هسه اشتغلت عليها الانترسكشن يزداد والانترسوب او السلوب يقل. فنيجي على الانترسكشن، الانترسكشن من زاد، من قللت من قيمه الار، من زاد لنفرض هذا الرسم حيكون هنا قيمته الانترسكشن زاد، ارجع شو اسوي؟ اوصل من قيمه الاكس دي الموجوده على خط ال 45 على يمن ويا من ويا الانترسكشن، فصارت عندي هاي الحاله، فصارت عندي هاي الحالة. المنطقة المحصورة ألاحظها بأنه المنطقة المحصورة بين الإكوليبريم ديتا والأوبريتنج لاين قلت، من قلت أكو فشي صار عندي أنا قلتها بالمحاضرة السابقة إذا لازم ترجعوا لها بعدين هسه أقولها مو هسه. زين، أنا طماع أريد أقلل من قيمة الآر بعد على مدى أقلل من الكلفة، إيش راح يصير عندي هسه؟ راح أبدي أقلل من الآر، أرجع من قللت من الآر أيضا الانترسكشن والسلوب، الانترسكشن يزداد والسلوب يقل، فصار الانترسكشن زاد، فصار عندي هذا الانترسكشن، هذا الانترسكشن الجديد مالتي. أرجع أوصل بين من وبين من، بين الإكس دي والانترسكشن، فما وصلت طبعا أنا وصل بخط مستقيم بس لأنه دارسين بيدي. فلاحظت شنو هنا من وصلته؟ لاحظوا الطلاب صار عندي هنا من وصلته، صار عندي الاوبريتنج لاين اللي هسه رسمته بالاخضر اللي هو ما ريكتيفاينج مع الكيو لاين اللي موجود بالبنفسجي مع الاكوليبريم ديتا كيرف الموجود بالاحمر كلهم التقوا بنقطه واحده اللي هي هياته. اذا معناتها تقاطع الكيو لاين والاوبريتنج لاين حيكون بنقطه واحده على منو؟ على الإكوليبريم كيرف. هاي النقطة طلاب تدعى بالبينش بينش بوينت. هاي البينش بوينت ألاحظها بالرسم العلوي الموجود بالأعلى، هي نفس لها. هاي البينش بوينت إذا معناتها نقطة التقاء الإكوليبريم كيرف مع الأوبريتنج لاين مال الريكتيفاينج مع الكيو لاين بنقطة واحدة. هاي النقطة هي دليل بأنه هذا عند هاي النقطة هاي أقل قيمة يمكن أن تأخذ من قيمة الآر. إذا الآر الموجودة بالأخضر هنا على ال y axis هاي هنا اللي هو قيمة الإكس دي على آر حتكون مينيمم زائدا واحد. هاي النقطة هي أقل قيمة يمكن أن تأخذ وبعد ما يصير نأخذ أقل من عدها. ليش ما يصير ناخذ أقل من عدها؟ لأن إذا أخذنا بعد أقل من عدها ونحسب قيمة الانترسكشن من أوصل الانترسكشن ويا الآر ويا الإكس دي راح يقطع عندي الكيو لاين خارج الإكوليبريم مثل ما هسه نشوف على الرسم الموجود فوق. من وصل هنا هاي من وصل بين الاكس دي وهاي النقطة لاحظ بأنه قطع الكيو لاين عند هاي النقطة، وهاي النقطة الموجودة وين؟ خارج الإكوليبريم كيرف، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إذا آخر شيء لقيمة الآر هي اللي نحصل عليها بالبينش بوينت. زين،
نلاحظ من رسمنا طلاب من رسمنا احنا اخر نقطه البينش بوينت المنطقه شبيهه المنطقه قلت بين الاكوليبريم كيرف والاوبريتنج لاين مار ريكتيفاينج. هاي المنطقه قلت اللي يرسم بيها من هي اللي يرسم بيها لان انت عند هاي المنطقه عند هاي النقطه لازم نوصلها للاكس دبليو على مود صفر. فهاي المنطقه انا دائما اللي ارسم بيها عدد الصواني من هاي المنطقه عدد الصواني المنطقه قلت. كل ما تقل المنطقه معناتها عدد الصواني راح ترسم تكون اكثر لان المنطقه كلش صغيره. فمن تنحصر افقي عمودي راح تقل راح تزيد من عدد الصواني. ومن راح يزيد عدد الصواني هاي كلفه عند تصميم اي برج من ابراج التقطير وهذا يؤدي الى معناتها كلفه تصنيعيه وهذا غير يعني ممكن في بعض الاحيان. فمعناتها هنا طلاب مو كل معناتها اني اقلل من الار على مود اقلل من الكميه اللي ارجعها على مود تفيدني الناتج النهائي يفيدني افضل معناتها هو احسن شيء. لا، فاكو نسبه وتناسب بين قيمه الار وعدد الصواني. هاي معناتها هاي نقدر نحسب الار مينيمم من الرسم. اما لحساب الار مينيمم من المعادلات لحساب قيمة الار مينيمم من المعادلات نقدر ان نوجدها عن طريق احد العلماء وجد معادلات تحليلية لايجاد قيمة الار مينيمم. هذا العالم يدعى بالاندرود ميثود. هذا العالم وجد معادلة لايجاد قيمة الار مينيمم وليس من الرسم. اشتقاق هاي المعادلات غير مطلوب من عندكم بس دا افهمكم هي منين جت عن طريق هاي المعادلات الموجوده ضمن هذا السلايد. ثلاثه اللي تحفظ هاي المعادله الموجوده في الاعلى والمعادله الثانيه والثالثه. هاي ثلاث معادلات تحفظ طلاب. المعادله الاولى الموجوده اول وحده بالاعلى هي المعادله العامه لاندرود ايكويشن. اما المعادلات التخصصيه في حالة إذا كان الفيد مالتي ساتشوريتد ليكويد فقط ليكويد نستخدم المعادلة الثانية. أما في حالة إذا كان الفيد مالتي كله بخار فنستخدم المعادلة الأخيرة. إذا عندنا ذني ثلاث معادلات لحساب قيمة الآر مينيمم. أول معادلة هي عامة، الثانية والثالثة هي تخصصية. الثانية في حالة الفيد عندي فقط ليكويد، الثالثة في حالة الفيد فقط عندي فيبر. هاي هي المعادلتين هي المهمه. شنو متكونه من حساب قيمه الار مينيمم؟ عن طريق هذين المعادلات نحسب قيمه الار مينيمم. لناخذ هي تقريبا معظم ثلاثتين هي تحتوي على نفس المتغيرات. انا اهم شيء عندي هسه نقول الار مينيمم، نفرض هاي المعادله هاي الار مينيمم من اريد احسبها شنو بيها؟ بيها قيمه الالفا اللي هي التطايريه. الالفا مثل ما قلنا اذا لو كان عندي مادتين، الماده الاولى هي A والماده الثانيه هي شنو؟ B. شلون نحسبها؟ الالفا اي بي شو يساوي لنا؟ الفا اي على الفا بي. اذا هاي الالفا الموجوده هنا او حتى موجوده بالمعادله اللي قبلها وباي مكان من هالثلاث معادلات، اذا كان عندنا ماده ثنائيه او الفيد الداخل هو متكون من مادتين الفا اي بي، هو شلون احسبها؟ احسبها من الفا اي على الفا بي. اذا معناتها من اريد احسب الفا اي بي لازم يعطيني قيمه الالفا اي ويعطيني قيمه الالفا بي واقسمهن واوجد قيمه الالفا اي بي. وفي بعض الاحيان هو راسا يعطينا قيمه الالفا اي بي، هو راسا يعطيني اياها. اوكي، هنا موجود الالفا هي نفسها الالفا اللي حكيت عليها. الاكس دي انا اعرف هو شنو. الاكس دي هو نسبه الماده بالديستيليت، والزد اف اللي هي نسبه الماده بالفيد، وهاي نفسها البقيه. فهاي هي نفسها بس يعني هي معادلتين مشابهه بس شويه متغيره بالفاريبلز. هذا هو كيفيه حساب الار مينيمم. هاي كيفيه حساب الار مينيمم طلاب. اكو شلون احول الار مينيمم الى ار اوبريتنج؟ اني اذا فرضا بشغلنا حصلت الار مينيمم، حصلت عن طريق الرسم، حصلت عن طريق المعادله الار مينيمم اني حصلته، بس اني بالحقيقه اني المفروض ما اشتغل على الار مينيمم حصلته،
ما اشتغل على الار منو، اشتغل على الار اوبريتنج اللي هي اني شغلي. هاي شلون احصلها؟ هاي اكو علاقه رياضيه وهاي جدا مهمه الطلاب. علاقه رياضيه هي تتراوح، يقول لك الار اوبريتنج تساوي ايش قد من 1.2 الى 2 هاي للار مينيمم. يعني اذا عندي الار مينيمم اضربها بقيمه اما 1.2 1.3 1.4 الى 2 لنفرض 1.5، اضرب 1.5 في قيمه الار مينيمم اللي حصلتها اما من المعادلات اللي فوقها او من الرسم، تطلع لي الار اوبريتنج. وجدت الار اوبريتنج ارجع اشتغل عليها اللي انا الرسم اللي ارسمه، لان هو نوبات ما يعطيني الار، فارجع عند هاي الطريقه فاوجد قيمه الار اوبريتنج. فاقول مثلا للريكتيفاينج الاكس دي على ار زائد 1 وجدت الانترسكشن وابدي اكمل الرسم. هاي الار هي ار اوبريتنج، هي ار اوبريتنج، فنوبات ما يعطينا اياها، فلازم اوجد الار مينيمم اما عن طريق الرسم او عن طريق المعادلات. في نهاية المحاضرة، هذا هو جزء هو لإيجاد قيمة الار مينيمم. ان شاء الله بالجزء الثالث راح نحل سؤال تطبيقي لكل اللي تعلمناه بطريقة الرسم على هذا الموضوع، وشكرا جزيلا.